نحن الآن في الجهة الشمالية من محافظة الضالع، بالتحديد في جبهة مريس. في الجهة الشمالية من هذه الجبهة تقع منطقة يعيس. هذه المنطقة لطالما شهدت لعشرات المرات لمحاولة الهجوم من قبل ميليشيات الحوثي وصالح، كان آخرها يوم أمس. نلتقي هنا بالقائد الميداني هنا في جبهة مريس فضل النميري ليطلعنا أكثر عن سير المعارك التي دارت في هذا الموقع. يوم أمس كانت محاولة لهجوم للميليشيا، فكانت هجمة مرتدة من المقاومة حتى أسقط التهامي، لكن فوجئت المقاومة بالجبل الملغم ألغام فردية ومفجرات وعبوات ناسفة كبيرة، مما اضطر المقاومة إلى الانسحاب من التهامي. هذا الذي حصل، لكن بعد تكبيد العدو خسائر فادحة. إذن كما سمعتم من القائد الميداني، ميليشيات الحوثي وصالح مستمرة في اختراق الهدنة، بينما المقاومة الشعبية والجيش الوطني يلتزمون بالهدنة، يدافعون عن منطقتهم فقط لا أكثر. محمد المريسي، قناة بلقيس، الضالع.